السلام عليكم، معكم أخوكم مهد سلطان، مركز العمل التطوعي فريق تصوير توثيق بلد الكويت. استمر إن شاء الله بتقديم الدروس الخاصة بتعديل الصور فوتوشوب. اليوم الدرس عن استخدام شورت كاتس اللي هي الاختصارات. طبعا شورت كاتس راح توفر عليك وايد وقت في لما تعدل الصور، راح تعطيك تمرس أكثر في البرنامج. شلون تعرف الاختصار حق أي شغلة؟ بس أشر عليها راح تلقى يكتب لك مثلا حرف الفي اللي هو السهم، الماجيك وين تول حرف الدبليو، البرش مثلا حرف البي، بيرن تول حرف الاو، زوم حرف الزد، الاتش حرف اللي هو الهاند. اي شيء تأشر عليه حتى بالمنيو، مثلا لا تروح مثلا ليفل كنترول ال، كنترول شيفت ال اللي هو اوتو ليفل، اوتو كونتراست، كل شيء الاختصار. وانت تقدر يعني تسوي اختصارك انت يعني الخاص فيك. ناخذ شغلات ثانية اللي هي مثلا اذا ضغط على التاب يعطيك مساحة اكبر للعمل. ممكن تضغط على تاب وممكن تضغط على كنترول الت زيرو او كنترول زيرو يعطيك مساحة كاملة. تمام، كنترول الت زيرو يعطيك فول فريم. تضغط على الهاند تول مثلا تختار الهاند تول، او انك مثلا انت مختار السهم اللي هو حرف الفي، ممكن تمسك السبيس المسافة، راح تلاحظ انه طالك هاند تول تقدر تتحكم فيه على كيفك. تمام، عندنا كنترول ماينس، كنترول ماينس، كنترول بلس. البلس طبعا سوي زوم ان، الماينس سوي زوم اوت، او انك تضغط على الالت تسوي سكرول ان سكرول اوت في الماوس. هذه طريقة سهلة ثانية. نضغط تاب اساس نرجع مرة ثانية. مثل ما قلت لكم، اذا مثلا احنا سوينا اكثر من شغلة، مثلا إذا ضغط كنترول زد راح ترجع خطوة واحدة، خطوة واحدة. إذا ضغط كنترول الت زد راح ترجع أكثر من خطوة. شوفوا الهيستوري، هذا الهيستوري سوينا أكثر من خطوة هني. لما تضغط كنترول زد راح ترجع خطوة واحدة بس. لما تضغط الت كنترول زد، امسك الالت والكنترول اضغط على زد، شوف شلون رجعنا حق كل الخطوات. تقدرون ترجعون حق خطوات يعني كبيرة. تقريبا عندنا حاليا بعد اذا عندك هنا مثلا مختار لونين معينين، تبي اللون الاسود والابيض الديفولت تضغط دي يعني ديفولت. تبي تسوي سويتش تضغط اكس، تقدر تبدل بينهم الاكس. هذا تقريبا اليوم بغيت اشرحه، ان شاء الله يحوز الدرس على رضاكم. ترقبوا في دروس اخرى ان شاء الله. مع تحيات مركز العمل التطوعي، سلام.